الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالحزب الجديد أنا أعرفهم تماما، ولقد كنت أدرس في مركزهم، نفس المركز الذي يأتي إليه هذا الشيخ عبد الله المرعي أخو عبد الرحمن هنا في جنوب أفريقيا. فهذا الفتنة أصلا لم يكن موجودة في جنوب أفريقيا. فلما رجعت من اليمن بدأت أدرس في نفس المركز، وفيه واحد يدعي أنه كان في الدماج 6 سنوات، وفي رواية يقول 3 سنوات، وفي رواية أخرى يقول أقل من 2 سنين، والله أعلم أيهما أصح. على كل حال، لما بدأ هذا الرجل هذا الفتنة حذر مني، لأنه عرف أنني كنت في الدماج. قال: لا تأخذ العلم من هذا حجاورة، كلام معروف عند هؤلاء، هذا حجاورة. واشتد الفتنة، ولم أكن أعرف حين ذاك أن الإخوة الذي أنا أدرس معهم هم كذلك مع هؤلاء الحزب الجديد، يعني في التقليد. فالأمير الذي يعني مشرف المركز قال: يجب علينا أن نبحث في المسألة، إذا كان الحق مع الحجور نحن لا نبالي من يقول لنا حجاورة، وإذا كان الحق مع الشيخ ربيع مع العلماء نحن نتبع الحق. فكنت مسرورا، قلت: طيب نبحث. فأعطانا أسبوعا أو أسبوعين كذا، ما تذكر بالضبط. فبحثنا في الموضوع. أول ما قرأت الرسالة كتبه عرفات المحمدي بيان الفور، قرأت من أول إلى آخره، فاستغربت بما يقول. فبعدين قرأت رسالة رد المختصر، فسبحان الله الأدلة واضحة. فبعدين قرأت الرسالة لشيخ حسين الحجوري الله يحفظه، فوجدت ما ينقله عن العلماء، ينقله عن السلف، فقلت: ما شاء الله، هذا هو الذي نريد. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، وما كان عليهم السلف الصالح. وبعدين قرأت ما كتبه دكتور العتيبي، أسامة العتيبي. يا إخوة، عندما أقرأ رد هؤلاء على شيخ يحيى وطلاب، والله أجد ما عندهم رحمة، يردون كأنهم يردون على رافضة، يردون كأنهم يردون على الكافر مش مسلم. وعندما أقرأ الرد المشيخ تماج، والله لا أجد إلا قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، يعني ردا علميا. وبعدين اشتريت كتاب الإصابة، وعند الكتاب في البيت للشيخ ربيع، قرأته من أول إلى آخره، فلم أجد ما يقولون للشيخ يا أنه يسب الصحابة. وقد اشترطت، وضعت شرطا لهؤلاء الإخوة
أنهم إذا أتوا بدليلا كتابة أو صوتيا للشيخ يحيى يقول أن عثمان رضي الله عنه أم مبتدع، فأنا والله أتوب إلى الله وأتراجع عن كل ما كنت أدافع عن شيخ يحيى. لا أريد كثير، فقط أنه يقول عثمان رضي الله أم مبتدع، فأنا على طول أقول أن الحجر مبتدع ضال مضل كما يقولون. هذا كان شرطي. وبعدين اتصلت بالأخ، هو في السعودية تعلم هناك في الجامعة الإسلامية، قلت له فليشتري لي كتاب الإجابة للشيخ يحيى، فاشترى لي وقرأت كتابا والله علميا، حتى أرسلت على الواتساب إلى الشيخ دكتور العتيبي أسامة العتيبي وقلت له هل تستطيع أنت أن ترد على الإجابة، وحتى الآن ليس هناك ولن يستطيع أن يرد على الإجابة، لا أحد منهم يستطيع، أنا أتحداهم أن يردوا على الكتاب الإجابة للشيخ يحيى الحجوري، ما أحد يستطيع أبدا ويعرفون ذلك. فلما جاء الموعد مع الإخوة ذهبت وبدأنا في النكاش، فأول ما بدأنا في المسألة مسألة جرح والتعديل، قلت يا إخوة كانوا يقولون أن الجرح مقدم، قلت نعم الجرح مقدم ولكن بشرط، هناك شرط، من حيث أن إذا فقد هذا الشرط فلا يقبل هذا الجرح. ما هو الشرط؟ بارك الله فيكم، الشرط أن يكون الجرح مفسرا. ما هو المفسر؟ يعني مبني على الأدلة على الدليل، تمام؟ فأين الدليل أن الشيخ يحيى يقول هذا الكلمات؟ فقال العلماء، قالوا العلماء قالوا، قلت طيب الله سبحانه وتعالى قد أمرنا عند النزاع أو اختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة فردوا إلى الله والرسول، فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المدعي البينة، فأين البينة الآن؟ يقولون أن الحجوري يقول الأذان عثمان بدعة. قلت يا سبحان الله، وهذا الكلام قد قالوا من قبل الحجوري، قال العلماء الكبار على رأسهم عبد الله بن عمر، وقد قال إسحاق بن الراهاوي، وهذا موجود في شرح البخاري فتح الباري لابن رجب، أن هذا الأذان محدثا أحدثه عثمان. فقال الإخوة نعم استمر، ما وقف هناك ابن الراهاوي، وإنما قال فاتخذه الناس سنة. قلت عجيب، كيف هذا استدلالكم فاتخذوا الناس سنة؟ نحن ننظر محل استشهاد، وهو قول أنه محدث. ضيف على ذلك، بل قال الشيخ مقبل، بل قال الشيخ الألباني كذلك، أن عثمان رضي الله فعل هذا الأذان لعلة، وقد اجتهد عثمان رضي الله عنه، وليس كل من وقع في البدع فهو مبتدع، وليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، هذا معروف عند أهل السنة. وهذا الأذان كثير من العلماء قال أنه بدعة، فلماذا تبدعون الحجور ولا تبدعون هؤلاء الذين قالوا بنفس الكلام؟ فالإخوة لم يجد أي دليل ولا أي شيء، ما كان معهم إلا
قال العلماء قال العلماء قال العلماء قال العلماء. هذا هو كلامهم، يقلدون العلماء. فلما سمعت أحد أخبرني أن هؤلاء أحد منهم يقول إذا قال العلماء كذا لا يسأل دليل، قلت عجيب، كيف لا يسأل دليل؟ كلام العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، هذا معروف. طيب، ثم أتى فانتهينا في هذا الموضوع. قلت طيب يا إخوة، أنتم ما عندكم الأدلة إلا قيل. أنا أريد ما قاله الشيخ يحيى ولا أريد ما قيل عنه، أريد ما قاله ولا أريد ما قيل عنه. وسألت المشرف هل قرأت ما أرسلت إليك من الأدلة بصوت الشيخ يحيى وكتاب وكل شيء، هل قرأت هذا؟ هل سمعت؟ هل استمعت؟ قال لا داعي. ففهمت أن القوم عندهم تعصب وعندهم تقليد. قال لا داعي، فنحن مع العلماء. قلت طيب يا إخوة، أنا أترك المركز ونترك هذا الموضوع حتى لا يشوش على الدعوة، ونحن قليلون هنا في جنوب أفريقيا، سلفيين قليل جدا، لا نشوش على الدعوة. أنا إن شاء الله أترك المركز، واتفقنا على ذلك. وبعد شهر أو أقل من شهر بدأوا في المركز يحذرون مني ويحذرون من الحجور مبتدئ وكذا. نحن مع العلماء، من أراد من يريد الدليل فليأتي، نحن نعطيهم دليل. يا حبذا، وأنا كنت أطالبهم الدليل ولم يستطيعوا. ها هنا يقولون للطلاب نحن عندنا الأدلة، كذابون والله. أين الأدلة؟ قالوا هذا الكلام حتى الطلاب يقولون أو يفكرون أن هؤلاء أعطوا ياسين بيات الأدلة، ولكن بيات رفض الأدلة، الله المستعان. وبعدين أنا دعوت أو أنا رسلت إلى المشرف، قلت ما هذا؟ أنت تحذر مني؟ هل أنا خالفت المنهج في شيء؟ لماذا لا تنصحني؟ تأتي وتنصح؟ إذا كنت على خطأ أنا تراجع وأتوب إلى الله. قال نعم، نحن لابد أن نجلس معك ونتحدث في هذا الموضوع. قلت طيب، هل هذا أمور شخصيا أم أمور دين؟ قال ديني. قلت تفضل. فأتى إلى بيت فجلسنا، فقال أول مخالفة هو أنني أنا أتنقص في العلماء. يا سبحان الله، أتنقص في العلماء لأنني أسأل الدليل، أتنقص في العلماء لأنني أطالبهم بالدليل. قلت يا شيخ أنا لا أتنقص في العلماء، إنما أريد الدليل حتى يعني أتبع الدليل. قال طيب، وشيء ثاني ما هو؟ قال أنت عندما يلقي الخطبة في يوم الجمعة أحد للمدرسين هناك، وأنا أعرف هذا الرجل متعصب لهم شديدا، متعصب لهم شديدا، أنت تجلس في السيارة ولا تدخل في المسجد. يا سبحان، هذا كذلك مخالف للمنهج. قلت سبحان الله. قال لي أتعرف ماذا يعني ابن عمر لما قال الأذان عثمان بدعة؟ أتعرف إذا قال الصحابة هذا بدعة ماذا يعني؟ قلت طيب ماذا يعني؟ قال بدعة في اللغة. قلت حاش، كلا وحاش، هذا كان يعني ابن عمر بدعة، بدعة، بدعة الضلالة، ليس بدعة لغوي، بدعة شرعي، تمام. لذلك قال في مسند ابن شيبة لما سئل عن هذا الأذان قال بدعة، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا واضح، تمام.
وعندما يقولون أن هذا الأذان بدعة لا يعني أن عثمان رضي الله عنه مبتدع. والشيخ يحيى قد سأله شيخ مقبل عن هذا الأذان وأجاب جوابا نفس الجواب الذي يقوله الآن، فلماذا لم يبدع الشيخ مقبل؟ فلماذا أنتم تبدعون الحجر ولا تبدعون الشيخ مقبل؟ وشيء ثاني، لو كان حقا ما يقولون أن الحجور يصب الصحابة، الحجور يطعن في رسول، ماذا بقي له من الدين؟ فلماذا لا تكفرونه؟ فلماذا أعطوا في السعودية المسجد يدرس هناك أبناء المملكة؟ من منهم من العلماء الذين خرجوا من اليمن أعطوا هذا المسجد في السعودية؟ فلما انتهينا من النقاش، هذا المشرف ذهب رجع إلى المركز. قبل خروج قال لي أنا سأحضر منك. قلت لا بأس لا بأس. ومن قبل قال أنت مستعد أن تذهب إلى العلماء وتسألهم حول هذا؟ قلت نعم أنا مستعد. فلما قلت لهم قال لي جاهز، يعني جاهز، لا 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 لا، إذا كنت أنت يعني مستعد قل لنا نحن نرسلك نحن. فذهبت إليه قلت أنا الآن مستعد للذهاب. قال ما عندنا الفلوس، لابد أن نطلب من يساعدنا. قلت عجيب، تركنا. وبعدين لما أتى الآن قال لي أنت قلنا لك سنرسلك إلى العلماء ولم تأتينا وتخبرنا أنك مستعد. قلت ألا تذكر أنني جئت إليك وقلت ما عندنا الفلوس كذا وكذا؟ قال أما الآن عندي الفلوس، الفلوس موجود جاهز. قلت طيب أنا مستعد. قال بعد كورونا هذا ستخرج للعلماء، اذهب إلى الشيخ ربيع. قلت لماذا لا أذهب إلى الشيخ عبد المحسن عباد أو شيخ سهيم؟ قال طيب اذهب إلى هناك إليهم. قلت أنا مستعد، فاتفقنا. فلما رجع إلى المركز دعا الطلاب وقال ياسين كذاب، لا تأخذ العلم عنه، وإذا جلست معه لا تجلس معي، ولا تركب سيارته، لا تذهب إلى بيتي، يعني مقاطع بالكلية. إن لم يكن هذا الحزبية فما هو الحزبية؟ فما هو الحزبية؟ قال من لا يوافق، من لا يوافقنا فليخرج من المركز، فليترك المركز، فنحن مع العلماء في هذا القضية، حجر مبتدئ، يا سبحان، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. فالقوم أنا عارفهم جهدهم كثير في يعني إلزام الناس إلى الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد، وهم هكذا إذا ناقشتهم ما عندهم أدلة إلا قال العلماء قال العلماء قال العلماء قال العلماء، ما عندهم دليل. وأنا أعرفهم والحمد لله، هذا ما عندي. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين.